حصيلة قلت بلغت 927 مليون، وسنوزعه إن شاء الله بعد يومين على 923 مستفيد ممن وضعوا ملفاتهم لطلب الزكاة بمبلغ 10,000 دينار، يعني مليون سنتيم لكل محتاج ومعوز. وقد أودع لدينا أكثر من 2690 ملفا لطلب الزكاة، لبينا هذه الطلب ل 923 معوز، ووعدنا البقية بأنهم إن شاء الله مع مجلس سبل الخيرات نعد لهم طرودا غذائية معتبرة، يعني يفوق الطرد الغذائي مبلغ تقريبا 6,000 إلى 7,000 دينار جزائري.